موسيقار عظيم عظيم في حياتنا فعلا يعني. وبقول لك الكلام ده وانا عندي قناعة حقيقية انه واحد من اهم الملحنين والمؤلفين الموسيقيين اللي في وجهة نظري المتواضعة جدا، وان راجل غلبان مجرد سميع يعني، من اهم الموسيقيين المصريين والعرب، وبل اكاد اقول لك بصراحة شديدة وبقلب جامد برضو يعني، لا الراجل ده عمل تغيير الحقيقة في المدارس، الشكل، حالة التذوق الموسيقي، سواء إذا كان بأعماله الموسيقية المباشرة وهو يلحن، طبعا انتوا شايفين ده أستاذ عمار الشريعي يعني، أعماله الموسيقية المباشرة وهو يلحن ويؤلف وما إلى ذلك، أو بأدائه الغنائي. يعني أنا عايز أقول لك بقى، أنا واحد من الناس والله العظيم أحب جدا أسمع الأغاني اللي لحنها الأستاذ عمار لما يبقى هو مغنيها، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب. وبعدين علاقتي بأستاذ عمار الشريعي بدأت بقى إزاي؟ أقول لك بدأت وأنا طفل ما كنتش أشوفه خالص. ليه بقى؟ طب بدأت العلاقة إزاي؟ أقول لك أستاذ عمار الشريعي كان مع أمي في الجامعة، في جامعة عين شمس، وكانوا أصدقاء في فترة أقول لك بقى كان معاهم في الجامعة، كان أستاذ عمار الشريعي الله يرحمه يا رب، وأستاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه يا رب، دول يعني من اتنين من الأشهر يعني على مستوى الفن المصري اللي كانوا موجودين معاهم في الكلية في الجامعة. كانت أنا أمي كلية الآداب قسم تاريخ، أستاذ عمار كان آداب لغة إنجليزية، أستاذ فاروق الفيشاوي رحمة الله عليهم جميعا، أستاذ فاروق الفيشاوي كان آداب قسم لغة عبرية. فكانت أمي تحكي ذكريات الجامعة والتلمذة وما إلى ذلك. طبعا أنا بقى بكبر ووجداني بيتشكل على الموسيقى بتاعت الأغاني وما إلى ذلك، وكنا نشوف مرة شفت الأستاذ عمار زمان جدا، كان عندي يجي 6 سنين، في مزرعة أحد الضباط الأحرار الله يرحمه يا رب، مجدي حسنين الله يرحمه يا رب، وشفته بقى وبقيت قاعد مبهور. وأنا كنت عايل قد كده شفت عمار الشريعي بنفسي، ويا سلام بقى لما تقعد تسمع عبد الله النديم وتسمع أبو العلا البشري عيش، ويا سلام سلم لما تسمع غواص في بحر، يا ناري ايه ده ايه ده، التاريخ الموسيقي يعلمك ازاي تتذوق الموسيقى ويفهمك. احنا معانا على التليفون استاذتنا الاستاذه الكبيره استاذه ميرفت القفاص، طبعا الاعلاميه الشهيره والكبيره وغنيه عن التعريف، وانا ايضا من جمهور استاذه ميرفت القفاص من غير ما اكبرها في السن، بس انا من جمهورها في الراديو طول عمري، كنت بسمعها من وانا مش من وانا صغير، من وانا كبير، خليها من وانا كبير. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنة واحنا طيبين كده وفاكرينه يا رب. يا نهار ابيض، هو احنا نقدر ننساه؟ ما ينفعش يعني، حتى الجملة مش هتستقيم، هترفضها اللغة. استاذة ميرفت، يمكن وحضرتك يمكن بتقولي الجملة دي كل سنة وكلنا طيبين ودايما فاكرينه، ايه اللي خلى استاذ عمار تفضل موسيقاه عايشة بهذا الشكل؟ وسؤالي التانية من غير ما اطول، ليه واحد زي حالاتي أحب أسمع أغاني من تلحين أستاذ عمار الشريعي بصوته هو بيغني؟ نقدر نقول إن هو كان سابق عصره برضه قوي قوي، يعني إبداعاته موجودة معنا لحد دلوقتي، حتى المسلسلات لما بنسمع تتراتها معانا لحد دلوقتي. بحب يعني لما بألف كده في القنوات الدراما ولاقي مسلسل يا سلام، ونقعد نسمع التتر، مش انا بس يعني، ناس كتير بتقولي الموضوع ده، ف يعني الحال ما تتنسيش بصراحه، عمرها ما تتنسي. وهو كان بني ادم حلو، فالناس كانت بتحبه عشان برضه هو جواه حلو، فبيطلع حاجات حلوه قوي قوي. يعني احنا كنا لما نتفرج على مثلا غواص في بحر النغم، او نسمع في التلفزيون، نسمع في الراديو البرنامج بتاعه ايضا، يعني كان في البرنامج بتاع دريم وفي البرنامج بتاع الراديو، استاذ عمار خفيف الظل، صاحب افيه زي ما بيتقال. لا يعني لو سمعت حلقة من غواص تعرف شخصية البني آدم ده، لما بيمسك لحن بيطلع لك الإيجابيات اللي فيه جداً. بيطلع لك الحاجة الحلوة اللي فيه، بيركز لك على كل حاجة، كلمة حلوة، لحن حلو، جملة حلوة، فقد كده هو من جواه أبيض وبيتكلم على زمايله اللي قبله أو من عصره بحب، فيعني أكيد هو بني آدم حلو عشان كده احنا بنحبه، وقدرة مذهلة على انه يبرز الكلمات. يعني الثنائيات اللي كانت بتتعمل مع استاذ سعيد حجاب الله يرحمه، استاذ عبد الرحمن الابنودي الله يرحمه، كانت ثنائيات عظيمة، وما اظنش انه في حد عمل لهم موسيقى زي استاذ عمار.
يعني اغاني لحد دلوقتي، ورده مثلا قبل النهارده ولا والابنودي وعمار، سيبولي قلبي ورحاله، اغاني بتسال يا حبيبي بتسال. ده غير بقى الحاجات الوطنيه، يعني لو بصين مثلا على اقوى من الزمن لشاديه، ده انا سمعت حب مصر من غير ما تحس ان انت بتسمع اغنيه وطنيه بقى دب دب. طبعا ده انا سمعت وبتسال يا حبيبي بصوت استاذ عمار برضو. ودي مخيفه يعني، بحبها انا، بحبه وهو بيغني قوي، زي عصفور النار، زي مش عايز طبعا ابقى كئيب، بس زي من العذاب قوم ومعذبين الارض، مش عايز ابقى كئيب يعني، بس هو قدرته كمان وهو بيغني، احساسه باللحن واحساسه بالكلام اعلى من اي حد. بيوصل لك احساسه طل القمر. يا لهوي ايه الجمال ده. انا عندي سؤال والله بجد، عندي سؤال، اما ان الاوان ان احنا نعمل متحف لموسيقى الاستاذ عمار؟ يا ريت، يعني نفسي كده، يعني وزاره الثقافه تتبنى قاعه كده في معهد الموسيقى ولا في الاوبرا، ونحط فيها مقتنيات الاستاذ عمار، انا هبقى مبسوطه وتاني الناس هتبقى مبسوطه برضه. هل نقدر نعمل عمليه جمع لكل اعمال الاستاذ عمار؟ طبعا، يعني احنا جمعنا كل الحاجات اللي كانت على شرايط ريل، جمعناها ديجيتال، فده سهل ان احنا مجمعين كل حاجته، زائد ان هو عنده مقتنياته بقى، في اعواد، في اورجات، في حاجته هو الشخصيه، ممكن قاعه صغيره في معهد الموسيقى العربيه في الاوبرا، ونعمل ده باذن الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا 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 جدا، واتمنى ان احنا نلتقي قريبا جدا 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 قوي خالص، ويبقى لي الشرف يا استاذه ميرفت. كل الشكر لحضرتك يا فندم، الف شكر. اشكرك. شكرا ليك يا فندم. كل الشكر استاذه ميرفت القفاص، طبعا غنيه عن التعريف بتاريخها، وايضا زوجه الموسيقار الراحل العظيم والكبير استاذ عمار الشريعي.